السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف، معكم أخصائية إيمان أنوار تازي. الفيديو ديال اليوم كان عليه طلبات كثيرة، اللي هو طرق آمنة لنزع الشعر. طرق نزع الشعر كاينين بزاف ديال الانواع ديال الطرق، راكم عارفينهم كاملين، وغادي نقول لكم حتى الطريقه اللي كنستعملها انا شخصيا، هاد الطريقه اللي كنرتاح ليها انا واللي كنستعملها شخصيا. بدايه غنهضروا على لا سيغ شود. نورمالمون كاين اللي كيستعمل الجسم وكيستعملوها كذلك الكامل الوجه. الوغ بالنسبه للوجه، شخصيا وانتم شوفوا تاني، كل واحد وقناعاته، مي شخصيا لا سيغ كنقول لكم انها الوجه دي كونسي. علاش؟ لان بزاف منكم، ونقدر نلقى في لي كومونتير اللي غيوافقوني، ونتمنى اللي نيت يوافقوني الراي في هاد، يعني يعطيونا تجارب ديالهم بلوتو. بزاف اللي لا سيغ سبات لهم حروق على مستوى ديال هنا، حروق على مستوى ديال الوجه، ولا سبات لهم تصبغات، سبات لهم الكلف وبقع بنيه. الوغ بالنسبه لي انا لا سيغ على المستوى ديال الوجه ماشي ان شوا اللي مزيان. بالنسبه للجسم ماشي مشكل، يعني الا بغيتوا تزولوا بها بحال الرجيلات، الفخذين، حتى اليدين، المهم البلايص اللي ما كتعرضش لاشعه الشمس، وخاص شي واحد اللي يديرها يكون كيتقنها ويصاوبها بطريقه مزيانه. بما ان فيت من اكثر الماركات اللي مشهوره بلي برودوي ديال ديبيلاتوار، فكنصحكم تاخذوا لا سيغ اوريونتال ديال فيت. لا سيغ اوريونتال ديال فيت على الاقل هي مزيانه ممتازه، زعما حتى في الكاليتي ديالها، ولكن الاهم ان حتى لا كومبوزيسيون ديالها زوينه، لا كومبوزيسيون ديالها امنه. ممكن لكم انكم تاخذوا سواء اللي بارغان ولا اللي بالزيوت الاساسيه، كاين حتى ماركه اخرى بالشاي الاخضر. دونك هادو كاملين لي سيغ اوريونتال ديال فيت كلهم مزيانين، كلهم تقدروا تاخذوهم، سواء اللي حتى اللي في ليبو حتى هما مزيانين. دونك هادوك كاع لي سيغ اوريونتال ديال فيت زوينين، تقدروا تاخذوا عليهم. الوغ هنا زعما كنقول حتى اللي بغى يصاوب لا سيغ اوريونتال في الدار ديالو راه ممكن انكم تصاوبوها، هي زعما الحلاوه. الناس ديال الجنوب راهم معروفين بالحلاوه، كيقولوا ليها الحلوه، معروفين بها. بالاخص مثلا العروس ملي كتقرب العرس ديالها كتجي واحد السيده مختصه اللي كتزول لها الشعر من الجسم ديالها كامل بهاد الحلاوه او بالحلوه كي كيقولوا ليها. غير هي هاد السيده اللي كتجي تنزع لها الشعر كتكون زعما فريمون اون فري بروفيسيونيل، كتجي معها الحلاوه ديالها مصايباها، وكت يعني كتعاقد مع السيده على الثمن وكتزول لها الشعر من الجسم كامل. اون بيرسون لي بروفيسيونيل سيتادير اون بيرسون لي كتعرف وكتكون يديها خفيفه بزاف وما كتضرش، لان حتى انت راه تقدري تصاوبي الحلاوه في الدار ديالك، ولكن الا كانت في البديه راه تقدري تعلمي في السيقان ديالك. الا كانت يديك ثقيله خصك تعلمي باش هكذا يديك تخفف، لحقاش ملي كتكون يديك ثقيله كتولي تضري راسك وكتخليك لاسيغ في يديك. المهم واحد الروينه ملي كتبدا تخفف لك يديك راه كتقدري تعمليها هاد الحلاوه ولا لاسيغ اوريونتال. ممكن انك تصاوبيها غير بالحامض وبالسكر صافي، وكيطبخوا ومن بعد كيبردوا بحال هكا، وكيعطيونا واحد لاغوم، واحد بحال الشكل ديال المسكه ملي كتبداي تجبديها. الوغ كتخدميها مزيان مزيان مزيان، ومن بعد صافي كتبداي بحال الطريقه هذه كدوزي على يدك وكتبقاي ديري بحال هكا. دونك يدك خصها فريمون تكون خفيفه وما تغمروش طبعا الوجه. انا كما قلت لكم كونتر ان اون سيغ دار الوجه، لان فريمون ساكوزي بزاف ديال لي بروبليم النساء، و سي ا ايفيتي سورتو ان كاينين بدائل اخرى اللي اكثر امان. حاجه اخرى بالنسبه لا سيغ اوريونتال ولا بالنسبه للحلوه،
هي غادي تلاحظوا ان ملي كتستعملوها للجسم ديالكم كتختلف على لاسيغ اللي كتمشيو تعملوها ب يعني لاسيغ شوند. باش كتختلف عليها انها كتفتح، كتعطي واحد التفتيح اكثر للبشره ديالكم. مثلا الا استعملتوها الرجلين فكتلاحظوا ان مع ازاله الشعر بحال هما الناس ديال الجنوب كتقول لك يحيد الصداع، يعني كتحيد دوك الاوساخ وفريمون كتعطي واحد لابو اللي رطبه وكتعطي واحد لابو اللي اللون ديالها فاتح. هادي زعما صراحه الحلاوه فرق كبير ما بينها وما بين لاسيغ، والناس اللي في الجنوب راه كاملين كيفضلوا الحلاوه على لاسيغ. دونك حتى ملي كيمشيو للمحلات ديال التجميل فهما كيطلبوا الحلاوه على لاسيغ، هما عندهم هاد الثقافه ديال الحلاوه اكثر. وحتى هنا يعني حتى في المدن المغربيه الداخليه فتا هما تقريبا بدات كتنتشر عندهم هاد الثقافه هذه. دونك ممكن تستعملوا هاد لاسيغ، فوتوا عليكم هي الوجه، انا اللي كنركز عليه فوتوا الوجه. كاينين بعض النساء اللي كيانسيست انهم يستعملوا دوك لي واحد دي بونتليت هادوك سورتو لهنايا والبين الحواجب، وهنايا كيبغيو يستعملوهم. وانا المهم انا جو كونساي با، ولكن سي فو انسيستي سي بغيتو تستعملوا ممكن تستعملوا هادي اللي كتشوفوا دابا في الصوره. تقريبا الثمن ديالها شي 48 درهم، فيها شي 12 بوندليت، وهي نورمالمون التركيبه ديالها ماشي توب ولكن ماشي خايبه. وحاجه اخرى هي كتصلح البشره زعما الحساسه، غير هو تقدر تنوض لبعض الحبوب، لان كاين بعض الناس البشره ديالهم فريمون حساسه بزاف وتقدر تنوض لهم الحبوب. سينو الناس اللي البشره ديالهم ماشي دغيا كينوضوا فيها الحبوب فهي مناسبه ليهم. الناس اللي عايشين على برا ممكن ياخذوا لا مارك ديال اكوريل استيتود مارك بيو، عامله دي سير دي بوندليت دو سير زوينين فريمون. لا كومبوزيسيون ديالهم نقيه زوينه بزاف، و زعما هذيك ممكن انكم تاخذوها تكومونديوها على انترنت، و فريمون شي حاجه اللي زوينه. ولكن واخا كنقول لكم ان التركيبه زوينه وتصلح البشره الحساسه وما ينوضوش لكم لي بوطون وما حتى شي حاجه بهاد لا مارك ديال اكوريل، ولكن كنقول دائما وابدا واكرر ان جو سوي كونتر ان تستعملوا سواء لي بوندليت سواء كاع الانواع ديال لي سيغ على الوجه. شخصيا كتجيني ان مغامره، يا تصدق يا ما تصدقش، فو ميو انكم تفاداوها كان احسن. الوغ بالنسبه لهاد لي بوند ديال اكوريل اللي زوين فيهم انهم كيخليو ديك لا بارتي رطبه، لحقاش التركيبه معززه بمجموعه من الزيوت، فيها زيت الخروع، فيها زيت ارغان، وفيها حتى الالوه فيرا. دونك كتخلي ديك البلاصه ما كتخليهاش حرشه، كتخلي ديك البلاصه رطبه. وفريمون هادي شي حاجه اللي كاع الناس كيقلبوا عليها. واخا غنجيو الاختيار الاخر وسورتو لي بارتي انتيم، يعني بزاف ديال السيدات كيبغيو يزولوا الشعر من لي بارتي انتيم، سواء يعني من المنطقه الحساسه ولا من لي زيسيل من تحت الابط، وكيقلبوا على شي وسيله اللي تكون امنه. الوغ بالنسبه للكاينين ومن ضمن هاد الوسائل كيسولوا بزاف على لي كريم ديبيلاتوار، دوك الكريمات اللي مخصصه لازاله الشعر. فريمون لا كومبوزيسيون ديال لي كريم ديبيلاتوار ماشي كامله زوينه، سي غار باش تطيحوا فشي حاجه مزيانه. دونك كاينه هادي تقدروا تاخذوها على فيشي، الثمن ديالها شي 109 درهم كنظن في شبه الصيدليات. دونك لا مارك فيشي هادي مزيانه قاضيه الغرض، المهم كتزول الشعر كتخلي لي بارتي انتيم مزيانين. دونك تقدروا تاخذوها، الاهم ان التركيبه ديالها مزيانه. نقدروا نقولوا اون جينيرال التركيبه ديالها مزيانه،
جو سي با الثمن واش كيجيكم مناسب، مي بون بالنسبه لون كريم ديبيلاتوار اللي امنه لحقاش ما كتقلبوا في لا مارك فيت، ما كطيحوش في اون كريم اللي مزيانه. ما مهم سيغار باش تطيحوا قلت لكم في اون كريم اللي مزيانه، ابار دوك لي مارك ثاني اللي كيكونوا بيو ماشي ديسپونبل عندنا. هذه ديسپونبل هنايا والثمن ديالها كيبان ليا ما بيش، والفعاليه مزيانه نقدروا نقولوا مزيانه، دونك ما كتسبب لا حبوب لا حساسيه لا حتى شي حاجه، نقدروا نقولوا انها امنه. حتى هي هاد الكريم هذه كتخلي البلاصه اللي زولتو منها الشعر كتخليها رطيبه، ولحقاش فيها زبده شيا، فيها زيت اللوز. قلت لكم انها كتصلح يعني ما كت الا بعض الناس اللي عندهم تحسس لبعض المكونات اللي تقدر تكون في الكريم، فهادو كيقدروا يتحسوا يعني هذا. مي اون جينيرال هاد الكريم هذا نو بوز با بوكو دو بروبليم. نزيد نقول لكم ان هاد الكريم كما قلت لكم كيتستعمل المايو وكيتستعمل لي زيسيل، ولكن تقدروا ديروا حتى لي جومب يعني با دو بروبليم. هو ما نعرف كي لا غيجي الثمن شويه طالع يقول لك ما غاديش نخسرها على لي جومب. المهم نتوما كل واحد على حساب جيبو على حساب الامكانيات ديالو. دونك كما قلت لكم هذه راه كتصلح المناطق الحساسه وتصلح حتى الرجيلات، تقدروا تستعملوها. كاينين البعض اللي كيستعملوا الغازوار. الغازوار هو ماشي شي حاجه وسيله نزع الشعر اللي ضاره، غير هو تيخلي شويه الشعر خشن. وحتى الا بغيتو تغازيو بالغازوار فضروري انه يكون مع يعني ملي يكون الغازاج يكون مع يعني لو سونس ولا المنحه ولا المسار ديال نمو الشعر، لان الا درتو العكس وما عرفتوش تستعملو مزيان كتهرسوا الشعره، وهادشي يقدر يسبب لكم المشكل ديال جلد الدجاج. وحتى لي سيغ الا كنتو غتستعملوهم فهما حتى كذلك كتستعملوهم في نفس منحى نمو الشعر. والا كنتو زعما مع اون سيغ الا كانت البشره ديالكم حساسه تقدروا تستعملوا شي زيوت او لا كريمات اللي تقدر تبرد لكم ديك المنطقه وما تخليهاش تهيج. كيبقى لو لازير. اللازير من يعني من انجح وسائل نزع الشعر، لان كيعطل نمو الشعر ما كيبقاش ينوض دغيه، وحتى الشعره ما كتنوضش غليظه كتولي كتنوض رقيقه. وهذا من اهم الخطط العلاجيه ديال جلد الدجاج. يعني الا كان عندك هذا المشكل ديال جلد الدجاج فالا كنتي كتستعملي زعما بديتي كتستعملي لو لازير غتلقاي انه نقص واحد النسبه كبيره بزاف. علاش؟ لان داك الشعره اللي كتطلع غليظه وكتهرس وكتعطيك داك لاسبي ديال الحبوبات ما كيبقاش، لانها الشعره كتولي كتخرج رقيقه. دونك هو من يعني وحتى وسيله نزع الشعر اللي مزيانه. دونك الى عندكم الامكانيات وبغيتو ديروا لو لازير غتمشيو لشي عند شي مختصين اللي كومسا كيفهموا وكيقادوا لكم داكشي مزيان. نجيو ليا انا الطريقه اللي كنزول بها الشعر. انا ماشي من الاشخاص اللي مهووسين بازاله الشعر، كنخلي بحال دابا مثلا حواجبي كنخليهم مده شحال عاد نقدر، ويا ريت كنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يعفو علينا وما بقاوش كاع نقيسوهم نهائيا، لان فريمون حتى كنخليهم مده طويله وعاود كنعاود نرجع كنبدا هي نقيهم شويه. ولكن كنتمنى ان كاع هاد نزع الشعر ما يعني ديال الحواجب اطلاقا ما نقيسوش. يعني مهم شخصيا ماشي من الناس اللي كنبغي يعني اون فوا تتبان لك شعرك كتحيد. كاين بعض الناس اللي اون فوا كتبان لهم شعره في الجسم ديالهم كيحيدهم. هنا في ديا ما عندي شعر خفيف، ما كنزولوش القدمين. انا كنعرف نصاوب الحلاوه، تعلمت ليها كنعرف نصاوب لاسيغ اوريونتال، فهي كتجيني جد مناسبه. ما كنبغيش نستعمل شي اباغاي ديبيلاتوار عندي، ما كنبغيهاش لان عندي واحد المشكل انني انا اللحم ديالي بحال كنقولوا عزيز عليا، اي حاجه كنحس بها كضرني. الوجه ديالي الطريقه اللي كنستعملها هي الخيط. دونك كنشوف سيده اللي كتكون ايديها خفيفه وهكا وكتزول ليا الشعر بالخيط. دونك انا الخيط كيجيني امن
طريقة لإزالة الشعر ديال الوجه. ديجا ما تينودش كتير، ما كتقيسيش لابو، يعني كتهز غير الشعرة، دونك ما عنده حتى شي تأثير سيء على الوجه. دونك هنا كنقول لكم النصيحة ديالي، الناس اللي بغاو يزولوا الشعر ديالهم من الوجه فيستعملوا الخيط. الطريقة ديال إزالة الشعر بالخيط راها ماشي صعيبة، أنا صراحة ما كنت قنهاش، شفتها حاولت شفت كيفاش نستعملها، ولكن ما عنديش داك الصبر ديال نبدا نزول بالخيط، ولانني كنخاف غادي ندير راسي كنولي نديره بشويه، وحقاش كنديره بشويه كنولي فريمون كنضر راسي. دونك انا ماشي من الناس اللي قدروا يزولوا الشعر لراسهم براسهم، لان فريمون بكثره ما كنخاف على راسي كنصدق بالعكس عاد كنزيد الطين بله. دونك نتوما كنقولها لكم أأمن طريقة وأحسن طريقة لإزالة الشعر من الوجه، من الموستاش، من زعما من الحواجب، من الوجه ككل، إلا كنتو كتزولوا وجهكم كامل، هو الخيط. حاولوا إلى تشوفوا شي سيدة اللي هكذا ديما تبقاو تمشيو عندها ستولفوها، واللي تكون يديها خفيفة وما تضركمش، وإلا كنتو زعما عندكم القابلية أنكم تعلموا راه ساهل ماشي صعيب، ولكن خصكم فريمون لو براتيكي بزاف ديال المرات، تتبداو على الساق حتى كتعلموا. انا كما قلت لكم خاطري منها، لان فريمون كنحس براسي كنضر راسي. غوسو مودو كاينين بزاف ديال الانواع اولا بزاف ديال الطرق ديال ازاله الشعر. شوفوا نتوما الطريقه اللي كتبان لكم مناسبه، الطريقه اللي كتبان لكم امنه، وعلى حسب حتى البشره ديالكم واش تستحمل ولا ما تستحملش، وطبعا حسب الامكانيات ديالكم. الناس اللي عايشين على برا سواء في اوروبا سواء في امريكا راه كاينين بزاف ديال لي مارك ديال لي سيغ وديال لي كريم ديبيلاتوار لي بيو. دونك نتوما شوفوهم راه بزاف لي بيو، والكومبوزيسيون ديالهم عاود مزيانه. فانتوما طونكو عندكم واحد لو شوا اكثر من الناس اللي عايشين دابا مثلا في المغرب ولا الجزائر ولا بلدان اخرى ولا تونس ولا بلدان اخرى، فحاولوا انكم تستغلوا هاد النقطه هذه وتستافدوا اكثر. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى يكون فادكم. شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.